بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات الزملاء الأعزاء من الوطن العربي أفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. نتابع معا اليوم إن شاء الله باقي سلسلة حلقات الأسرة في دعاوى ما بعد الطلاق، وحلقة اليوم هي بنعتبرها حلقة ما بعد الطلاق بخصوص مؤخر الصداق. احنا تناولنا في حلقة سابقة أجر الحضانة وأجر مسكن الحضانة، وفي حلقة أخرى نفقت العدة والمتعة. النهاردة إن شاء الله نتناول مؤخر الصداق. وطبعا كما هو معروف في محكمة الأسرة إن دعوى الأسرة بتختص بها محكمة الأسرة بغض النظر عن قيمة المطالبة والحديث عن ذلك للتأكيد. يعني أنا بقول ليه الكلام ده؟ لأن محكمة الأسرة مش زي المحاكم المدنية، لا اختصاص قيمي. 250,000 تبقى المحكمة الكلية، 200 أقل من كده تبقى جزئية. لا، مفيش الكلام ده في محكمة الأسرة، لأن هي أصلا زي ما قلنا قبل كده هي محكمة مشكلة، محكمة ابتدائية، ولذلك تستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العالي مثلها مثل الأحكام الصادرة في القضايا المدنية والقضايا الأخرى من المحكمة الابتدائية. ولكن الحديث عن هذه الجزئية تحديدا أنا بتكلم فيها من ناحية الاختصاص القيمي، أن محكمة الأسرة مختصة بأي دعوة مهما كان الاختصاص القيمي لها. وبنتكلم في ده في مؤخر الصداق. ليه؟ يعني مؤخر الصداق ممكن يكون مبلغ كبير، 500,000 جنيه، 250,000، 100,000، أي مبلغ يخرج عن اختصاص القيمي للمحكمة اللي فيها محكمة الأسرة. هم بيعتبروها المحكمة الجزئية، ولكن أنا بقول لا، محكمة الأسرة بتشكيل محكمة كلية وتابعة لدائرة الاستئناف العالي، ملاش علاقة بالاختصاص الجزئي خالص. وإذا تحدثنا عن دعوانا فهنبدأ طبعا في الدعوة بمفهومها كما تعودنا في كل دعوة الأسرة بالحديث عن مفهوم الدعوة. والدعوة في مفهومها بتنطوي على طلب هام جدا. أولا في وثيقة الزواج عند عقد القران بيبقى في عاجل صداق وفي مؤخر صداق، يعني في جزء مقدم وفي جزء متأجل، اللي هو ايه؟ المهر. حس ينص في وثيقة الزواج عاجل الصداق، وهو الذي دائما ما يحرر في الوثيقة بمقدار 1 جنيه. دائما يتكتب في وثيقة الزواج ان العاجل منه او مقدم الصداق 1 جنيه، وذلك أشرنا إليه في دعوى الخلع عندما طلبنا عرض عاجل الصداق على الزوج كمقدمة لرفع دعوى الخلع. راجعوا الحلقة دي هتلاقوا فيها تفسير لكل الجزئية دي عشان ما نكررهاش. أما المؤجل وهو مؤخر الصداق وهو موضوع حلقة اليوم، نتناول أوصافه في الآتي. أول جزئية نتكلم فيها، متى يستحق مؤخر الصداق؟ في حالتين اتنين. الحالة الأولى أن يستحق مؤخر الصداق في حالة الطلاق، طلاق لون، الطلاق القاطع. يعني إذا كان في الطلاق طلاق رجعي غيابي ولسه الزوجة في فترة العدة فلا تستحق المطالبة بمؤخر الصداق، لأن هي لسه في فترة العدة على ذمة أو عصمة زوجها ليلة أن تنتهي عدتها منه شرعا، إما أن يراجعها خلال فترة العدة أو تنتهي عدتها منه شرعا ويصبح طلاقها طلاق بائن. ده تحديدا قصة الطلاق. الحالة الثانية اللي بتستحق فيها مؤخر الصداق، وهي حالة هامة جدا، هي حالة وفاة الزوج. الحالة الأولى طبعا معروفة، حالة معتادة عليها في كل مكان وحالة مسموع بيها والناس كلها حافظها، اللي هي حالة الطلاق، يبقى يستحق مؤخر الصداق بعد انتهاء فترة العدة. طيب احنا النهاردة بنتكلم عن حالة الوفاة كمان، دي الحالة التانية من الحالات استحقاق مؤخر الصداق. حالة الوفاة،
حالة الوفاة بنتكلم فيها في حالة وفاة الزوج، ويعتبر مؤخر الصداق اللي هو دين على الزوج في الأصل، اللي هو المفروض يطالب به الزوج حال حياته لو هو موجود الزوج المطلق، بيبقى دين على ورثة الزوج، يعني يعتبر جزء من التركة، لا تركة إلا بعد سداد الديون، وده جزء من الديون اللي على تركة تركة المتوفي اللي هو الزوج. مؤخر الصداق جزء من الدين اللي على تركة الزوج المتوفي. إذن هي بترفع دعواها هنا، الزوجة مش على الزوج، زوج توفى خلاص، لا بترفع زوج بترفع دعواها على أهل الزوج، أو بالأحرى عشان نكون محددين الألفاظ، على ورثته شرعيا، على ورثة الزوج شرعيا، باعتبارها المؤخر الصداق، على اعتبار مؤخر الصداق جزء من الميراث أو هو ميراث شرعي. يبقى بترفع الدعوة من المطلقة أو الأرملة على الزوج في حالة الطلاق، وعلى ورثة الزوج في حالة الوفاة. طب ده في جزئية تانية مهمة عايز أوضحها، إيه هي؟ ممكن الزوج يطلق زوجته وفي خلال فترة العدة يموت، يتوفى الله خلال فترة العدة، يعني الزوجة معلقة وهي ما زالت الآن على ذمته. ليه؟ لأن لم تنتهي عدتها منه شرعا وتوفاه الله. قد لو كان موجود كان من الممكن أن يراجعها خلال فترة العدة، ولذلك توفى الزوج أثناء فترة العدة كأنها على ذمته، يبقى برضو أصبح مؤخر الصداق دين على تركة الزوج، يبقى لابد من مطالبة الورثة بمؤخر الصداق. يبقى هنا في حالة الوفاة في نقطتين، إذا توفى عنها زوجها وهي ما زالت على عصمته، والحالة الثانية إذا طلقها وكانت في فترة العدة لم تعتد منه شرعا بعد وتوفاه الله، فأصبح الحالتين متساويين للمطلقة أو للأرملة اللي توفى عنها زوجها، في الحالتين إنها تطالب الورثة بمؤخر الصداق على اعتباره دين محمل على تركة المورث اللي هو الأرمل المتوفي. هذه دعوة كأي دعوة لها شروط، لابد من توضيح النقاط الخاصة بها، وهي تقريبا نفس الشروط اللي لسه احنا بنقولها من شوية. أن تكون حالة الطلاق وقعت بائنة ولا تستحق في فترة العدة، لأن في الطلاق الغيابي يحق للزوج مراجعة زوجته في فترة العدة وقبل انتهائها، وفي هذه الحالة لا تستحق مؤخر الصداق. في جزئية تانية اللي كنت لسه بتكلم فيها، الوفاة، لابد من ثبوت واقعة الوفاة، ويحق للزوجة الأرملة في هذه الحالة كما ذكرنا مطالبة ورثته الشرعيين بمؤخر صدقة، باعتبارها وباعتبار ذلك ميراثا شرعيا عن المتوفى عنها زوجها. وكذلك في حالة إذا كان الزوج مطلق الزوجة ثم توفى عنها في فترة العدة، نفس الطريقة زي ما أنا وضحتها من شوية، من حيث طالب في الحالتين بمؤخر صداق طالب الورثة باعتبار أن مؤخر الصداق وقع دين على الورثة عن مورثه. موضوع واضح، هي بس جزئيات بسيطة لازم يعني تتفهم ويتفهم الخيط الرفيع فيها اللي احنا كنا دايما نتكلم عنه في حلقاتنا السابقة، اللي هو ايه؟ في حالة الطلاق والزوج موجود نعمل ايه، وفي حالة الطلاق والزوج متوفي والطلاق الرجعي والطلاق البائن نعمل ايه في الحالات دي،
ايه الوضع بالنسبه للحاله دي والحاله دي، احنا شرحناه اللي هو الخيط الرفيع اللي لازم نتعامل عليه في كل الدعاوى كما سبق ان ذكرناه. فافرق بين الطلاق والزوج على قيد الحياه، وبين الطلاق والزوج متوفي، وبين اللي هو الطلاق البائن والزوج متوفي، وبين الطلاق الراجعي والزوج متوفي. لازم اوضح الخيط الرفيع في هذه الامور عشان هي دي اللي هتحدد طريقه المطالبه وطالب مين وارفع القضيه على مين، عشان يبقى الدعوه مقبوله شكلا، يعني برفعها من ذو صفه على ذو صفه، اللي هي شروط الدعوه تبقى متوفره، ان المدعى عليه يبقى له صفه في رفع الدعوه عليه، وانا ليا صفه ثابته في ان انا الارمله او المتزوجه بترفع الدعوه. في رفع الدعوة طبعا مثلها ككل دعاوى الأسرة لابد أن تذهب إلى محكمة الأسرة لتقديم طلب تسوية الأسرة للجنة أو لمكتب تسوية الأسرة الكائن في محكمة الأسرة في موطن الزوجة كاختصاص كل دعاوى الأسرة. بتقدم طلب تسوية، بيتحدد جلسة ويتحدد ميعاد لها، وبتاخد رقم تسوية زي الرقم القضائي كده، بيحدد لها ميعاد هي المفروض تتقابل هي والطرف التاني عشان خاطر تسوية الموضوع بصفة ودية. طب حضر ولا بيتم تسوية الموضوع بصفة ودية او لم يحضر الطرف التاني، بتضطر مكتب تسوية الأسرة بيضطر الى قفل الملف ويعطي للزوجة شهادة عدم تسوية بأن لم يتم التسوية. وبنأكد على دي تاني ليه؟ لأن شهادة عدم التسوية تعتبر زي ما أنا عمال أقول في الحلقات السابقة، شهادة عدم التسوية تعتبر مستند أساسي لقبول الدعوة شكلا. عشان أما أجي أكتب الصحيفة وأجي في حفظة مستندات، ما أنا بقول أهو في كل دعوة لازم أروح بملف جاهز، صحيفة واضحة وحفظة مستندات مرفق بها المستندات الدالة والثابتة والمثبتة لحقي القانوني اللي أنا بطالب بيه في دعواي. أول حاجة على الوش الحافظة كده شهادة التسوية اللي احنا لسه بنقول عليها. وفي هذه الحالة اللي احنا فيها في دعوة الطلاق بحط في الحافظة وثيقة الطلاق. بعد ما خدنا شهادة تسوية الأسرة ابتدي احرر صحيفه الدعوه عاديه خالص زي كل الدعاوى اللي اتكلمنا فيها بتاع الاسره، وبقول الصحيفه تكون الاتي: المدعيه اللي هي المطلقه او الارمله حسب الاحوال اللي احنا شرحناها، هتكون المدعيه يا اما مطلقه يا اما ارمله. المدعى عليه هيكون يا اما المطلق اللي هو الزوج نفسه المطلق، او ورثته الشرعيين في الحاله الثانيه بتاع الوفاء. نقول تاني عشان نوضح صحيفة الدعوة: المدعية في صحيفة دعوة الطلاق الأمور دي واضحة ونقط ما فيهاش جدال، المدعية المطلقة أو الأرملة حسب الأحوال، يعني إذا كانت مطلقة أو إذا كان متوفى عنها زوجها وأرملة اللي هي بتطالب بمؤخر الصداق. المدعي عليها يبقى مين؟ يا إما المطلق اللي هو الزوج اللي طلق وموجود على قيد الحياة، أو الورثة الشرعيين له في حالة وفاة الزوج. دول الطرفي التداعي في الدعوة، المدعية والمدعى عليه. وأعلنته بالآتي، هنخش بقى في موضوع الدعوة. بتشرح ظروف العلاقة، علاقة الزوجية، زي مثلا بتقول في كل صحف الدعوة الأسرة: الطالبة زوج المعلل إليه بصحيف إذا كان هو موجود على قيد الحياة. طبعا الدعوة تتوصف حسب الحال، مش أي دعوة نموذج مطبوع كده ونمضي عليه وخلاص. الدعوة تتوصف حسب الواقع، يعني واقع الزوجة اللي موجود عنها زوجها وطلقها غير واقع الزوجة المتوفى عنها زوجة. لازم الحالة دي تتوصف والحالة دي توصف لوحدها عشان يبقى كلامنا واضح وصح. يعني بنقول إيه؟ الطالبة كانت زوج المعلل إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ كذا كذا كذا، ودخل بها وعشرة معاشرة الأزواج، وبتاريخ كذا طلقها. دي أصبحت وصفنا الحالة اللي هي وصلت لها إيه؟ الطلاق.
وقد انتهت عدتها منه شرعا، وحيث انه يحرر لها في وثيقه الزواج مبلغ وقدره كذا، بتطالب بالزامه برد مؤخر صداقها وفقا لما ورد في وثيقه الزواج، وبتكتب رقم تسويه الاسره في قلبها انها التجأت لمحكمه تسويه الاسره، لمكتب تسويه الاسره، ومكتب تسويه الاسره لم تتم التسويه فعلا، وعشان كده هي مقدمه شهاده تسويه الاسره. ده في حاله الطلاق. في حاله الوفاه بترفع وجه الدعوه بتاعتها وبتحكي الحكايه الاولانيه اللي هي كانت زوجة فلان الفلاني المرحوم فلان الفلاني وتوفي بتاريخ كذا كذا كذا، وتحكي اذا كانت ما زالت على ذمته وعلى عصمته او اذا كان هو كانت مطلقه وهو متوفي، بتوصف الظروف والطلاق وهو متوفي. يعني ايه حد يقول لي مش قدام طلاق مش ملهاش حاجه عنده الورثه؟ لا، ده لها عند الورثه سواء كان طلقها وتوفى وهي فترة العدة او طلقها طلاق بائن ثم توفى، المهم ان هي ما خدتش حقها في مؤخر الصداق، يبقى في هذه الحالة لابد بتاخده او بتحصل عليه من الورثة باعتباره دين على تركة المتوفي زوجها. وانا عايز اقول ان احنا يعني بنشرح في الدعوة دي وبنديها وضعها عشان نحدد النقط الشائكة اللي أنا قلتها في حالة الزواج، في حالة الطلاق، أو في حالة الوفاة، يا إما الوفاة في حالة الطلاق الرجعي، أو الوفاة وهي على ذمته، أو الوفاة وفي حالة الطلاق البائن. في كل الأحوال هتاخد الزوجة مؤخر صداقها لأنه دين، سواء على الأرمل أو المتوفي زوجها، أو على الورثة الشرعيين باعتباره دين على التركة. وانا عايز اقول ان الدعوة بتاع مؤخر الصداق دي هي دعوة اجرائية بحتة، هي عاملة زي اوامر الاداء، زي المطالبة بوصل امانة، زي تبديد عين الجهاز، دعوة اجرائية بحتة، لان مغزاها المطالبة بمبلغ محدد بقيمة محددة وارد في وثيقة الزواج، الا وهو مؤخر الصداق، هو محدد في وثيقة الزواج ويستحق بأي أجلين، يا بالوفاة يا بالطلاق. عشان كده بقول يا دعوة إجرائية بحتة، ولابد أن تفرق صحيفة الدعوة حافظة مستندات تحتوي على المستندات الدالة على الموقف القانوني للزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، يعني شهادة الوفاة، وثيقة الطلاق في حالة الطلاق، وبعدين شهادة التسوية دي أساسي، لأن زي ما قلنا ده شرط أساسي لقبول الدعوة شكلا، وطبعا سند الوفاة وسبب الوفاة حسب ما ورد في وثيقة الزواج حسب الأحوال. بتنتهي الدعوة، طبعا دعوة زي ما قلت شبه إجرائية، بتنتهي الدعوة بصدور الحكم بإلزام المطلق في حالة وجوده في حالة الطلاق أو ورثته الشرعيين في حالة وفاته بدفع مؤخر صداق المدعية اللي رفعت الدعوة، اللي هي اللي أرملة في حالة الوفاة أو المطلقة في حالة الطلاق. وده إنها بنتكلم عنه إزاي بعد أنت ما تخرج من المحكمة وحصلت الزوجة أو المطلقة أو الأرملة على حكم بمؤخر الصداق بتاعها بتعمل فيه إيه. راجعوا الحلقات السابقة أنا شرحت هتعمل إيه، هتطلع الصورة التنفيذية إزاي، هتعلنها إزاي، هترجع تنفذها بعد الإعلان إزاي، كل الإجراءات دي عشان ما أقعدش أكرر فيها وأضيع وقت معاكم فيها. المهم إن كل الإجراءات دي، كل الحلقات اللي فاتت في دعوة النفقات والكلام ده راجعوها، هتلاقوني شارح دي بالتفصيل الممل، إن إزاي تستخرج وإزاي تعلن وإزاي تنفذ كمان الحكم. هذه الأمور تنطبق جميعها على دعوانا المأسلة وهي دعوة مؤخر الصداق. أعزائي